اهلا بيكم من جديد. خلينا نستعرض مع بعض احوال الطقس النهارده. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والجو هيكون لطيف في اول الليل ومائل للبروده في اخره على كافه الانحاء. وفي النهارده امطار خفيفه ممكن تكون متوسطه احيانا على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، كمان في فرصه امطار خفيفه على الحدود الجنوبيه. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس هتنضم لنا على التليفون الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتوره. صباح الخير على حضرتك دكتوره منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا اهلا وسهلا بحضرتك. لو تطمنينا على حاله الطقس النهارده. احنا طبعا اليوم بنشهد اجواء خريفيه مستقره في اغلب انحاء الجمهوريه، بتتاثر بكتل هوائيه معظمها قادمه من على البحر المتوسط وجنوب غرب اوروبا، مع كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 28 و 29 درجة مئوية، يعني الأجواء خلال فترات النهار هنشعر بها أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، أجواء معتدلة الحرارة على سواحلنا الشمالية ودي أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هنبدأ نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، الأجواء مائلة للبرودة في أغلب أنحاء الجمهورية في أوقات الليل المتأخرة والصباح الباكر. بالإضافة كمان مع وجود المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا هيستمر فرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على سواحلنا الشمالية والمناطق من شمال الوجه البحري. هيكون معاها طبعا فرص سقوط الأمطار، يمكن كمان هو بدأ من ساعات الصباح فرص سقوط أمطار على مطروح، السلوم، العلمين، الإسكندرية، بعض المناطق كمان من شمال البحيرة، شمال كفر الشيخ، شمال الإسماعيلية. المناطق دي كلها معرضة لسقوط أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، تكون على فترات متقطعة من اليوم وبلاحظها في مناطق والمناطق التانية. بالإضافة كمان اليوم متوقع يكون في نشاط للرياح على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، ده هيزود إحساسكم بانخفاض درجات الحرارة ونحس أكثر معاها بالأجواء الخريفية. فرص الأمطار كمان هتمتد لبعض المناطق من الحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية، وهي أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. طيب دكتوره منار، السؤال اللي بيواجه الامهات في الفتره دي، الاطفال وهي رايحين المدارس تلبس ايه؟ احنا مش عارفين الجو حر ولا برد، وكمان يعني الناس بتبقى نازله شغلها بدري فبتبقى حيرانه تلبس ايه. بالفعل يمكن احنا بنلاحظ الفرق في درجات الحراره الدفء فتره النهار وخصوصا فتره الظهيره والاجواء مائله للحراره في الفتره دي، فترات الليل المتاخره والصباح الباكر الاجواء بنشعر فيها باجواء بارده، فاحنا دايما الاطفال هنزود لهم قطعه ملابس، ملابس بكم كمان قطعتين من الملابس، ملابس الخريفيه. هنصطحب معانا سلسله خفيف لما نحس بانخفاض درجات الحراره نرتديه، خاصه لو احنا بنرجع من اشغالنا في ساعات الليل المتاخره او بنخرج في الصباح الباكر. كمان مهم ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه، لان فصل الخريف دايما معروف بالتغيرات الجويه في خرائط الطقس وكمان في التنبؤات، تغيرات حاده وسريعه دايما بنلاحظها من يوم 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 بتبقى اساسيه فصل الخريف. اكيد. بالنسبه للامطار، في احتماليات سقوط للامطار النهارده؟ أو طبعا احتمالات سقوط الامطار، وهي بدات بالفعل من ساعات الصباح على الاسكندريه، هتستمر على مدار اليوم في مطروح والاسكندريه، البحيره، قصر الشيخ، الدقهليه. فرص الامطار بتكون ما بين الخفيفه الى المتوسطه، بالاضافه كمان امطار خفيفه في المناطق الجنوبيه في جنوب البلاد. اكيد. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف معاكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 29 والصغرى 21، العاصمة الإدارية 29 21، الإسكندرية 26 والصغرى 20، العلمين الجديدة 26 19، مطروح 25 19، دمياط 27 21، بورسعيد 28 21، والإسماعيلية 30 22. السويس العظمى فيها 29 والصغرى 22، العريش 27 18، كاترين 25 14، طابة 29 20، حلايب 30 24، شلاتين 33 24، شرم الشيخ 33 23، والغردقة 31 23.
الفيوم العظمى فيها 29 والصغرى 19، بني سويف 29 18، الوادي الجديد العظمى فيها 31 والصغرى 19، اسيوط 30 19، سوهاج 31 20، قنا 33 21، الاقصر 33 20، واسوان 35 22.